السلام عليكم طلبة وطالبات. اليوم في هذه المحاضرة سأتمم أفكار الواردة أو شرح أفكار الواردة في نص كانت مع التنوير. في المحاضرة الأخيرة طبعا يعني توقفنا عند التقسيم الذي أقامه كانت بين الاستعمال العمومي والاستعمال الخصوصي للعقل، وبينا أن الاستعمال العمومي طبعا مرتبط بالحرية، بينما في الاستعمال الخصوصي هناك تقييد لهذه الحرية. لكن كانت حاول أن يبين بأنه بالرغم من هذا التقييد فهذا لا يعوق يعني التنوير في شيء، بل فيه طبعا احترام للمصلحة المصلحة العامة. وطبعا كانت كان واعيا بضرورة يعني الاشتغال بنوع من التدريج في أفق نشر يعني الفكرة يعني التنويري في كل مفاصل يعني المجتمع. ولهذا فالنقطة النقطة الأخيرة التي توجد في هذا النص تتعلق بموقف كانت من الثورة، وموقف كانت من فكرة يعني التقدم. وأخيرا يعني ختم هذا المقال بسؤال بسيط جدا: هل بالفعل نحن نعيش في مجتمع يعني متنور أم لا؟ طبعا فالمسألة الأولى المتعلقة بفكرة الثورة، فكانت كان بحكم قناعته أن التنوير يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى شروط لنشره مثل التربية والثقافة والتعليم، وهذه شروط طبعا لم تكن متوفرة يعني بشكل كامل في ألمانيا. ولهذا فالتفكير أو الحدس الكانتي كان يعي جيدا على أن عملية التنوير هي عملية تتم بالتدريج، وينبغي لها أن تكون يعني بشكل تدريجي. ولهذا تحفظ على فكرة الثورة على اعتبار أن الثورة بالنسبة إليه قد تطيح بنظام سياسي أو قد تطيح بأحكام مسبقة وتعمل على تغييرها بشكل يعني جذري، ولكن هذا وحده غير كافي لتحقيق التنوير الشامل الذي يريده إيمانويل كانت، وهو تنوير يتخطى الجانب السياسي المتمثل في إحداث تغيير سياسي، على اعتبار أن هذا التنوير يجب أن يتجه أيضا إلى البنية الثقافية في المجتمع، إلى العلاقات الاجتماعية، إلى طريقة يعني التفكير، إلى الإنتاج المعرفة. وهذه طبعا فكرته التي دفعته إلى التحفظ على الثورة، بالرغم من أنه يعني ناشد الثورة الفرنسية فيما بعد واعتبر أنها يعني تجسيدا لما كان يطمح إليه يعني إيمانويل كانت، وإن كان قد تحفظ على كثير من الممارسات التي حدثت فيما بعد إحداث يعني الثورة، وربما هذه إحدى تخوفاته من التنوير الذي يمكن أن يترتب عن إحداث الثورة، والتنوير الذي يمكن أن يترتب بشكل أو يحدث بشكل يعني تدريجي في المجتمع. ولهذا فهذا موقف طبعا ربما إذا كانت له يعني سياقات أخرى مرتبطة بالنظام السياسي الذي كان يشتغل تحت ظله إيمانويل كانت وفريدريك الثاني الذي كان يقدره أيضا إيمانويل كانت، وكان يقدر يعني تشجيعه على التفكير يعني النقدي والعقلاني، وهذه نقطة سأعود إليها بسرعة بعد قليل.
على كل فالموقف الكانتي من هذه النقطة يعني كان بالرغم من موقفي من الثورة السياسي العنيفة بهذه الطريقة، فهو أحدث ثورة يعني فكرية، ثورة كوبرنيكية في مجال المعرفة يعني النقدية، يعني جعلت من كانت يتربع على عرش الفلاسفة الألمان يعني في القرن الثامن عشر، وكان لكانت يعني تأثير قوي على الفلاسفة الذين أتوا فيما بعده في المثالية الألمانية، بدءا من هيجل وطبعا شيلين وفيشتو إلى غير ذلك، وطبعا أثره لا زال مستمرا إلى يومنا هذا في التقليد الفلسفي الألماني مع النظرية النقدية في مدرسة فرانكفورت أيضا، ومع فلاسفة آخرين مثل إدخارد هوفه ومجموعة من الفلاسفة الذين يطورون النظرية يعني النقدية دون أن ننسى الكانطيون يعني الجدد مثل ديلتاي ومثل عفوا إرنست كاسيرير. على كل يعني المسألة الأخرى التي أريد أن أشير إليها هنا وقد أشار إليها كانط، وهي فكرة يعني فكرة التقدم، واعتبر أن التنوير ورهان التقدم، التنوير وهو تحقيق تقدم يعني في المجتمع، وهذا تقدم طبعا الذي كان يراهن عنه كانط، أو هو كانت تقدم شامل وتقدم لا يجب لجيل أن يمنع جيل آخر من تحقيق هذه الرغبة يعني الطبيعية، وبالتالي فأي اعتراض أو أي منع لهذا التقدم أو لهذه الجماعة من نشدان أو من تحقيق هذا الحلم في التقدم على المستوى المعرفي والسياسي والاجتماعي والأخلاقي، فهو يعني اعتداء على الطبيعة البشرية عموما. وهذه الفكرة طبعا التي نعلم أنها ستصبح فكرة مركزية فيما بعد فيما يسمى بفلسفة يعني التاريخ في المثالية الألمانية عموما وحتى مع الماركسية، فهيجل وشيلينغ وفيشتر كل هؤلاء تبنوا فكرة التقدم وفي تصورهم لفلسفة التاريخ، وماركس بدوره يعني تبنى نفس الفكرة باعتبار أن الماركسية في نهاية المطاف هي ابنة التنوير، كيفما كان يعني الحال، كيفما كانت يعني الخلافات بين رموز الفلسفة الألمانية في منذ القرن الثامن عشر. وإلا أن هذا التقدم طبعا كانت تطغى عليه فكرة أنه تقدم يعني تصاعدي، هناك غاية يجب أن نصل إليها، وهذا ما تبلور في الماركسية مع الحتمية يعني التاريخية وضرورة الوصول إلى المجتمع يعني الشيوعي الذي كانت يعني تنادي به الفلسفة الماركسية. والفكرة الأساسية التي يعني يريد أن يشير إليها إيدن كانت في هذا الباب هو أو في هذا المستوى أن هذا التقدم ليس مسألة تخص الفرد فقط، وإنما هي تخص الجماعة، وبالتالي فهذا التنوير الذي ينادي به كانط هو تنوير قد يبدأ بالفرد ولكن لن يكتمل هذا التنوير إذا لم يكن يعني تنويرا تتبناه يعني الجماعة السياسية. ولهذا فالتفكير في التنوير هو ليس تفكير في الذات الفردية، وإنما هو تفكير في الذات الجماعية، وبالتالي فهو تفكير في المجتمع. ولهذا فإذا أردت أن أشير إلى بعض إلى فكرة تتعلق بإشادة ميشيل فوكو بمساهمة إيمانويل كانت في هذا المقال ما التنوير، الذي نشره بطلب من زميله الذي كان يشرف على المجلة. أشار ميشيل فوكو إلى هذه البدعة الجديدة التي سنها إيمانويل كانت من خلال تدخل الفيلسوف في الشأن يعني العام في القضايا الكبرى للمجتمع، وهذا التدخل طبعا يخرج
الفيلسوف من برجه يعني العاجي، ويجعله شخصية مشاركة في النقاش يعني العمومي. وطبعا كانت يعني كان استجاب لزميله بمساهمة هاته لكي يقدم رأيه في هذا التنوير الذي قلت شغل يعني الناس يعني جميعا. والتنوير الأساسي طبعا يعني الذي قلنا ركز عليه إيمانويل كانت هنا هو التنوير يعني الديني. ولهذا فطرح هذا السؤال الذي قلت، وهو هل ألمانيا دولة متنورة أو هل بروسيا آنذاك، عفوا لأن ألمانيا لم تكن موجودة أصلا، ليست هناك ألمانيا الموحدة، فقط بروسيا التي كان ينتمي إليها. فيقول كانت لا أن المجتمع ليس مجتمعا متنورا، وإنما هو مجتمع في طريق يعني التنوير. ولهذا فحتى الترجمة التي أشرنا إليها في محاضرة متعلقة بمفهوم التنوير، يعني في ترجمته فالتنوير أفضل من الأنوار، لاعتبار أن هناك سيرورة، هناك سيرورة. وبالتالي فيقول كانت أنه الجواب ببساطة لا، وليس هناك بالتأكيد أنه لا يعيش مجتمعا متنورا، لأن الناس لا يمكنهم أن يستخدموا يعني عقولهم أو أفكارهم معارفهم في أمور يعني دينية بشكل يعني دقيق. اوكي لينا، لازم خليني نخدم. فهذا التفكير في الامور الدينيه طبعا بالنسبه لإيمانويل كانت كان يحتاج الى جرأة والى شروط اخرى بامكانها ان تساعد في تطوير يعني تصورنا للقضايا يعني الدينيه انطلاقا من منظور يعني عقلاني. وطبعا كانت في هذه المرحلة التي كان يعيش فيها كمرحلة سياسية، طبعا كان ملك بروسيا آنذاك فريدريك الثاني أو فريدريك الكبير. فكان هذا الذي يقول فكروا فيما تريدون ولكن أطيعوا. فكانت كان يشيد بهذا الملك البروسي المستبد المتنور الذي كان يحمي حرية التفكير وحرية الإبداع، وكان يحتضن الفلاسفة المطاردين من الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا وغيرها من الدول بما في ذلك جون جاك روسو. وإيمانويل كانت كان طبعا يستغل أو طبعا كان يستثمر هذا الجو العام لكي يفكر بطريقة يعني نقدية. ولهذا ما دفعه إلى كتابة يعني نقد العقل الديني، والعنوان هو الدين في حدود بساطة العقل البسيط أو العقل فقط. دونك فإيمانويل كانت في هذا المستوى طبعا إشادته كانت مهمة بالأجواء المساعدة على التفكير بطريقة نقدية. ولكن رغم ذلك فهو كان يقر بأنه المجتمع لازال لم يلج بعد عتبة التنوير، وإنما كان في مرحلة في مراحل يعني التنوير، وبالتالي فهو ليس مجتمعا يعني متنورا. قد أشير إلى مسألة أخرى، أنه للأسف أن الملك بروسي سيموت بعد سنتين من نشر كانت لمقاله في 1784، وسيأتي ابن أخيه يعني غيوم الثاني، هذا الذي يعني تراجع عن مكتسبات العقل التنويري في المجتمع البروسي، وبدأ طبعا يهدد كل من يفكر بطريقة يعني نقدية في المجتمع في النظام في بروسيا. وإذا أردت أن أقرأ بسرعة يعني الشهادة أو الرسالة التي كان وجهها
وجه اليوم الثاني مباشرة إلى إيمانويل كانت، يدعوه فيها إلى أن يتراجع وأن وينبهه إلى أنه أخطأ في الوقت الذي يعني نشر الدين في حدود يعني العقل فقط أو في حدود العقل البسيط، أي أن الدين يجب أن نفهمه انطلاقا من العقل دون أن يكون في ذلك أي اعتداء على الوحي، لأن الهدف هو أن عصر التنوير باعتباره عصرا للنقد، فلا شيء ينفلت من سلطة النقد بما في ذلك أقوال يعني الأقوال رجال الدين التي طبعا لم يكن يجرؤ أي أحد أن يتكلم عن هذه الأقوال التي طبعا أن يستعمل عقله استعمالا عموميا في الأمور يعني الدينية بلغة أخرى. ولهذا فحرض رجال الدين يعني يوم الثاني عن على الكتاب الذي أنشره كانت، وكانت هذه الرسالة يعني النقدية من الملك الثاني من الملك ليون الثاني لكانت، يقول فيها: أولا، سلامنا الأعلى عليكم أيها الباحث الكبير والمحترم من رعيتنا، إن شخصنا المعظم لاحظ منذ فترة طويلة نسبيا شيئا مزعجا جدا، ألا وهو أنكم تستخدمون فلسفتكم بشكل سيء من أجل تشويه الكثير من العقائد الأساسية للكتابات المقدسة والدين المسيحي، بل إنكم تحاولون الحط من قيمتها في كتاباتكم وتأويلاتكم، وهذا ما وجدناه في كتابكم الدين مفهوما ضمن حدود العقل فقط، وكذلك في كتاباتكم الأخرى الأقل اتساعا، كنا ننتظر شيئا أفضل من قبلكم، ينبغي أن نعترف بأنك تصرفت بطريقة غير لائقة وأخللت بواجبك كأستاذ للطلاب وكمعلم للشباب، وهذه التهمة طبعا حتى التي وجهت إلى سقراط حينما قيل له إفساد الشباب، كما انتهكت مقاصدنا السامية المعروفة من قبلك، وبالتالي فنحن نطلب منك وبأسرع وقت ممكن أن تقدم لنا التبرير على ذلك، كما نطلب منك ألا ترتكب الخطيئة نفسها في المستقبل إذا كنت تريد أن تتحاشى غضبنا الأعظم عليك، وإذا ما أصررت على موقفك فسوف تتخذ في حقك كل تدابير يعني مزعجة طفاً. تصوروا يعني هذه الرسالة بهذه اللغة توجه لكانت في القرن الثامن عشر في مجتمع ليس فيه لا حقوق الإنسان ولا مجتمعات ولا جمعيات ولا منظمات دولية ولا شيء من هذا القبيل، وهذه الفكرة طبعا لا بد أنها أزعجت إيمانويل كانت، وطبعا قرر التوقف عن التفكير في الأمور النقدية المتعلقة بالدين، وهذا ما يتماشى بشكل واضح مع الجواب الذي يعني قدمه: هل نعيش في مجتمع متطور؟ قال لا، لأنها هذا الأمر في الوضعية الراهنة للأشياء لا زال يقتضي الكثير عموما لكي يكون الناس في حالة تسمح لهم بأن يستخدموا في الأمور الدينية فهمهم الخاص بكيفية آمنة وجيدة. هذا كتبه كانت في 84 قبل وفاة فريدريك الثاني، وكأنه كان واعيا بأن الوضع يعني ليس سهلا، وبالفعل أنه بعد موت الملك المستبد فريدريك الكبير وجاء ابن أخيه يعني تراجع بشكل كبير عن تلك الأجواء في الحرية الدينية، وكأن كان يدرك بشكل دقيق أن المرحلة لم تعد لم ليست مؤهلة بعد للوصول إلى هذا المستوى من المعرفة يعني النقدية، وبالفعل توقف عن ذلك، ولكن قال جملة شهيرة جدا: قد لا أقول كل ما أعتقد به، ولكنني لن أقول شيئا لا أعتقد به، يعني لن يقول إلا ما قد يسكت، ولكن لن يقول ما لا هو ما ليس هو مقتنع به. ولهذا يجب أن ندرك يعني بشكل جيد يعني الحس أو الحدس الكانتي أن هذا التنوير لا يمكن أن يكون إلا بشكل يعني تدريجي، وطبعا لهذا كان له موقف من ذلك، وهذا طبعا أزعج رجال الدين
لأنه طبعا المخطط والمشروع التنوير الكاونتي كان يسعى إلى قلب العلاقة بين الفلسفة والكنيسة، وحتى بين كلية الفلسفة وكلية اللاهوت، لأنه كان يريد أن يقلب المعادلة، أن لا تظل الفلسفة في خدمة الدين كما كان عليه الأمر في القرون يعني الوسطى. دونك أتمنى أن أكون قد قربت يعني الأفكار الأساسية، وأدعو الطلبة طبعا التركيز على ما هو أساسي وليس على التفاصيل التي طبعا موجودة في النص، وصعوبة يعني تسجيل محاضرة طويلة طبعا يعني نكتفي بما هو ما هو أساسي. بعد ذلك سأعود إلى طبعا سنعود فيما بعد إلى استثمار هذه الأفكار في التنوير يعني الأدبي، لأن التنوير الأدبي في هذه المرحلة لا ينفصل عن التنوير يعني الفلسفي. وشكرا.